احذري 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 ايتها المسلمة وبالغي في الحذر. قلبك عامر بالايمان واجعلي اخص طباعك الحذر وحده. هلعيط من الايمان والتقوى. اختي احذري اختي احذري. نسمع اصوات والبئر شكله واضح انه عميق بس واضح ان الوضع مخيف. بسم الله بسم الله. اختي اختي I just know something bad is going to happen. اختي حاجات كتير نضاف إليها قيامه باستغلال هذه الخطابة وهذا الإيهام أنه رجل دين ورجل علم وهو مجرد جاهل بإقراره. استغل هذه الخطابة وهؤلاء المريدين وهذا المظهر السمح بالتغرير بالعائلات والفتيات القصر. صديقه محمد عبد المقصود الإخواني الهارب وعدد آخر من أتباعه ومريديه وزملائه وضحوا لنا أن الراجل مزواج يتزوج بيلعب على المركز الرابع للزوجة الرابعة بيبدل فيها كل 6 شهور. وصلت عدد زيجات وفقا لهم إلى أكثر من 30 زيج. أو آخر معلوماتي أن البلاغ تم إحالته لنيابة الاستئناف في القاهرة وقيد البحث والتحقيق. كانت مفاجأة لكثير من المواطنين أن يعرفوا أن هو مزواج للدرجة دي، يعني معروف أن هو اتجوز كتير وكان هو بيقول ده برامجه، لكن حضرتك أشارت الحاجة لا دي ظاهرة يعني سلبية جدا، فحضرتك ممكن تحكي لنا بقى تفاصيل أكتر عن أن هو بيبدل ده أو بيعمل ده إزاي؟ والله الموضوع بدأ عن طريق أحد الدعاة محمد الرضواني، أنه كان مدعو من حوالي 10 سنوات في حفل زفاف لمحمد حسين يعقوب على فتاة صغيرة 20 سنة، وكان يعقوب بيقول أن هي دي وقتها كانت الزوجة التامنة على لسانه طبعا. وبعد كده اتضحت الصورة واتضح أن العدد أكبر من كده بكتير.